الأهلي يفقد نقطتين في صراع المنافسة في مباراة يعني مش جديدة من نوعها، موسم وفيلم يتكرر كل موسم، لكن أبطاله يتغيرون. السيد فتحي، أحمد حمدي، إبراهيم نور الدين، ملعون الكورة اللي صوتها أعلى فيها من صوتها، ملعون الكورة اللي وشوشها فيها مكشوفة، في مباراة لابد أن يتم فيها طرد محمد الشناوي عشان كلمة الحق، وإبراهيم نور الدين حكم اللقاء، مباراة ما بتشوفش فيها غير حكم بيستخدم إيديه بدل من صفارته. سيناريو متكرر، إبراهيم نور الدين اللي حسب من 5 أيام كرة محدش شافها أبدا غير 2 في مصر، في ضربة جزاء مع الزمالك الاتحاد السكندري حسبهم أو شافهم بس إبراهيم نور الدين وأحمد الشناوي، يتغاضى عن ركلة جزاء، مفيش أوضح من كده ولا أسهل من كده. لكن السنائي أو الثنائي مختلف المرة دي، محمد أبو خاطر الفتى المدلل لعصام عبد الفتاح والمتواجد في كثير من اللقاءات رغم عدم خبرته مع إبراهيم نور. محمد محمود لطفي هو كمان لابد أن يكون له مشهد في الصورة، يتغاضى تسلل لا يراه إلا محمد محمود لطفي. على العموم سيناريو لكل الناس اللي متشاهد اللقاءات أو بتتفرج على مباريات وملهاش علاقة أبدا بودنها، لها علاقة بعقلها وبعينيها، هتعرف إن السيناريو ده بيتكرر. وأنا من حوالي 2 أسبوع 3 من دلوقتي قلت لكم، فاتوا 2 أسبوع 3 فاتوا، قلت لكم لما يجي مشهد إحنا أحسن حكام في مصر قولوا لي كابتن عصام عبد الفتاح لك الميكروفون في كل القنوات الفضائية، مستنيينك تظهر وتقول كلام كتير جدا جدا عن الحالات التحكيمية اللي موجودة في الوقت الحالي. لكن خليني أقول لك اللي هيتقال، دي أخطاء واردة وكل الحكام اللي عندنا فوق رأسنا من فوق وكلهم مميزين، لكن هو ده إبراهيم نور الدين. عزيزي إبراهيم نور الدين، تذكر دائما من أعان ظالما ذل على يديه. لا يعني كفاية كده، خلينا نتكلم مع نجومنا كابتن ماهر. قول ايه عن اللقاء؟ هارد لك. لقاء انا فصلت. لقاء غريب بشكل رهيب، يعني يمكن هاخد من كلام الكابتن طه اسماعيل، قال لك لو المباراه دي مذاعه في الراديو كان ممكن الحكم يحسب ضربه الجزاء الاولى. يعني جمله قالها كابتن طه وانا سمعتها، فعلا يعني كان عنده حق. لو المباراه دي مذاعه مش في التلفزيون لو في الراديو كان ممكن يحسب ابراهيم نور الدين ضربه الجزاء الاولى لازارو ويطرد الراجل حتى كمان. لكن احنا متعودين على كده يا كابتن سيد، اخطاء التحكيم ما زالت موجوده في ملاعبنا. احنا قلنا الاول يمكن الجمهور هو اللي يمكن كان بيعمل يعني ربكه او بيعمل ضجه او بيعمل رهبه للحكام، لكن مع الاسف هي الاخطاء وما نستفادش منها من سنه لسنه ومن مباراه لمباراه. النادي الاهلي النهارده اتظلم بشكل واضح في ضرب الجزاء في الدقيقه 7 لازارو، عرقله واضحه قوي من مدافع الانتاج الحربي معاذ الحناوي، وفيها كارت كمان اصفر لمعاذ الحناوي. الهجمه الثانيه طبعا حامل الرايه في الشوط الثاني واضحه قوي، تسلل اتحسب تسلل محمد محمود لطفي حامل الرايه، هدف لمؤمن زكريا اكيد 100% طبعا عشان تخرج. ادي يمكن مخرجنا جاب لنا الهدف الاولاني وضربه الجزاء لوليد ازارو. انا عايز اسال سؤال بغض النظر عن الفنيات طبعا حضرتك هتقوله لي طبعا بالتاكيد وتشرحه لي بالتفصيل، محمد ابو خاطر يعني بتعمل ايه؟ بص فين؟ بتعمل ايه؟ يا معلش يا عم سمير عكاشه بعد اذنك، يعني سيبك من اي حاجه، انا عايز اعرف الحكم المساعد الخامس دوره ايه؟ في الماتش دوره ايه؟ لا معاه صفاره ولا معاه قرار، متواجد ليه؟ عمليات الإحماء اللي بيتعمل من الحكم الخامس رايح جاي جانبا يعني يمين وشمال بتعمل إيه؟ أنت شايف إيه؟ معلش أنا آسف يعني حضرتك فين يعني عينيك ده متر بينه، أنا مش قادر أتصور أبدا في حياتي إن الكرة ديت ما تقوليش ما شفتهاش. ارجع يا سمير شوية، سمير ده متر بينه وبين حالات التحكيم النهارده هتبقى الليلة طويلة جدا. خد رأيكم كلكم كابتن طارق بعد إذنك، دي ما تتشافش؟ ضرب الجزاء 100% 100% 100% 100% بص المسافة كابتن طارق، وبعدين المسافة يعني أنا كنت متصور إن مش شايفها قوي، مش متصور إن هو ما يشوفهاش. لا ده بص محمد خاطر متابعها يعني متابع، وبعدين هي أصلا كرة زي ديت مش محتاجة للحكم الخامس من إبراهيم نور الدين،
يعني الزوكا بعيد كمان خد بالك كرة سهلة جدا ابراهيم مش هيحسب كابتن طارق سهلة جدا ابراهيم مش عايز يحسب ضربات جزاء عارف فيلم الكتكات بتاع الشيخ حسني حمود عبد العزيز لو جبت الشيخ حسني فيلم الكتكات هشوف الكرة دي حقيقي هي مش تريقة لا مش تريقة هي مش تريقة هي مش دي حقيقي الكل الكل بيدعم نفسه وبنحاول نخلي عندنا دوري قوي لكن للأسف أضعف ما في المنظومة الرياضية هو التحكيم أفشل ما في المنظومة الرياضية هو التحكيم قلنا في أول يوم في الدوري يا كابتن عصام عفتاح مباراة الإسماعيلي وحصل برضو فيها حالات على الأهلي قلنا يا كابتن دخل الفار عمرك لو عدت زي كاس العالم في روسيا عمرنا ما هندخل الفار لو بعد 10 سنين هات حكم أقعده برا بتلفزيون وعيد اللعبة تاني دي مش هتشاف مش محتاجه فار مش محتاجه فار دي وبعدين ده قرار يا اسامه طارق سيد الراجل متر بينه وبين اللعبه وبعدين انا محطوط ليه حكم خامس ليه انا عاوز يعني انت صاحب القرار في اللعبه دي اكتر من الحكم هو الحكم الخامس يا كابتن ماهر محطوط عشان يعاون الحكم صح كابتن في مثل هذه القرارات اللي هي ممكن تكون بعيد عنه اللي هو كان خد بالك كان في الملعب يعني يرضى بينه وبين اللعبه عارف يا كابتن طارق حكم المباراه اللي هو ابراهيم نور الدين ده اتعملت لونج باص سريعه جدا هو كان موجود في نص الملعب خد بالك يعني ما كانش قريب من الكوره يعني عمل ما بدا ياخد مين ده مش قريب من الكوره كابتن ابراهيم قريب من الكوره وشايفها عارفها لو كنت يعني انا ما بقولش ان هو يعني حاجه معينه لا سمح الله لكن ابراهيم شايفها يعني ابراهيم شايفها وعارفها وعارف انها بينالتي لو بعيد عنها ابراهيم شايفها لكن في قرار حكم مساعد محطوط لايب مان ومحطوط مساعد بص يا حضرتك هو فين بص استنى بس بدا يفعل سبرنت بقى امشي بدا يفعل سبرنت عشان يلحق اللعبه كابتن امشي امشي انت فاكر ان كل ده ما وصلش ابراهيم نور الدين ما وصلش او بدا يظهر في الصوره يعني انا عايز اقول لك ان كانت الكوره اسرع من تواجده في المنطقه اللي فيها الخطا لكن الاثنين مساعدين كابتن خياله هو يعني لو فتحت الكادر عندي لا بتكلم على الحكم ابراهيم نور الدين بدا يوصل وهو دور الحكم الخامس دور مهم هو ده الدور بتاعه زي ما الطارق بيقول يعني امتى هتدخل في القرارات بالظبط يعني الا في المواقف الصعبه اللي زي دي اللي هي ممكن تكون مختلفه على الحكم ممكن ابراهيم يعني نقول زاويه مش شايف دوره ده دور محمد خاطر ان هو ضرب الجزاء في دقيقه 7 تغير سيناريو المباراه تماما يعني تفكك كل شفرات تغير من كل النواحي اللي ممكن انت تتخيلها وضربة جزاء يعني الاثنين ما يختلفوش عليه حتى لا اثنين في اثنين النهارده في اثنين ابراهيم نور الدين ومحمد ابو خضر يعني هم اثنين بس في العالم كله انا متاكد لعيبه حتى الانتاج يعني مش متصورين ان هي وقفوا خلاص ان ضربه جزاء ما تحسبش ضربه جزاء وقفوا ثم اللي زاد بقى يعني الامر سوء الهدف اللي جابه النادي الاهلي يعني الافساد يعني الهدف هذا الهدف يعني الهدف زاد الامر سوء ان النهارده في المباراه يعني بدلك لطائم التحكيم تماما 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 من اول ضربه الجزاء لحد الهدف اللي احرزه الهدف فين بص انا عايز اسال اللاين مان اللي هناك قاعد بقى بكل حالاتك وواقف الصوره زي ما انت عايز الحاجه الغريبه يا كابتن سيد ان هو كره بتتلعب رفع الرايه يعني بص هو رفع الرايه هناك البعيد هناك البعيد وحتى البعيد ده قريب منه بص الخط كمان بص كابتن طارق كابتن سيد بص الخط عند ضربه الجزاء بص باين لعيب الانتاج عامل ازاي مغطي ازاي عند ضربه الجزاء للاسف يا كابتن سيد اللي احنا بنشوفه بيحصل في النادي الاهلي ده وانا كنت واحد من الناس بلعب وعمري ما اعترضت على الحكم كنا ممكن نشوفه في اسابيع متقدمه في الدور الثاني الكلام ده الحمله اللي ممكن تتعمل على الاهلي بس انها تتعمل من الاسبوع الاولاني في مباراه الاسماعيلي مباراه الانتاج في الاسبوع الخامس ده بدري قوي صراحه كمل يا سمير كمل يا سمير طيب هي طبعا الحالات التحكيميه هي ابرز ما في اللقاء النهارده لكن برضو نشوف راي كابتن طارق في الامور بشكل عام اتفضل يعني شوف هي طبعا احنا اتكلمنا على صعوبه المباراه يعني المباراه بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الانتاج قلنا المباراه مش هتبقى سهله المباراه هيبقى فيها صراع كبير جدا جدا في نص الملعب وده اللي كان عامله الكابتن مختار عامل كثافه عدديه كبيره جدا في رقابه لمفاتيح لعيب النادي الاهلي بشكل كبير جدا حتى الفرص اللي اتيحت للنادي الاهلي مش كتير وده نتيجه التكتلات الدفاعيه اللي كان الكابتن مختار عاملها من بدايه وده يمكن سيناريو متوقع التمركز المقابله مفيش ضغط من قدام يمكن البدايات فقط لا غير مع بدايه الشوط الاولاني كورتين ثلاثة لكن ما فيهاش خطورة على مرمى الشناوي بشكل كبير جدا جدا. اللهم يمكن مع نهاية الشوط الأولاني الشوط اللي أعتقد الغنام اللي شاطها اللي جت في القائم اليمين لمرمى الشناوي، لكن معظم المباراة استحواذا لصالح النادي الأهلي، لكن برضو أنا
بعيب على الشراسة الهجومية للنادي الأهلي في استغلال الفرص في التكثيف في استغلال الأجناب، خاصة إن أنا شفت إن الإنتاج قافل كتير جدا جدا على الأجناب، زي ما قال الكابتن ماهر إن الكابتن مختار هيعتمد على التكتلات الدفاعية عن طريق الثلاثي في كل شديد مع موسى مع الغنام ومن ناحية تانية عبد الرحمن ومع حمادة مع جيمس، والثلاثة دول عاملين بدور كويس، ثم مراقبة ناصر ماهر. هنا دور الاجناب بشكل كبير جدا، سواء الحمودي او سواء حتى لما نزل ميدو ولما نزل مؤمن واسلام مع ناصر في تفكيك الشفرات الدفاعيه الكبيره جدا، دي مهاره اللعيبه، ثم استغلال الاجناب. النهارده برضو الكثافه العدديه في استغلال الكرات العرضيه كانت قليله، من استغلال من عند احمد فتحي من عند ايمن اشرف عشان اكثف في الهجوم، استغلال الكره الثانيه يمكن الخطأين اللي احنا شفناهم اللي استغلوهم ازارو، الواحده اللي هي فيها ضربه الجزاء والثانيه الانفراد كان ممكن يفتحوا التكتلات اللي لان التوقيتات مهمه جدا جدا، ضربه الجزاء في الدقيقه دي ثم بعد ضربه الجزاء الانفراد اللي راح بيه ازار كان ممكن كتير جدا جدا لما الاهلي يتقدم 1-0 السيناريو اتغير تماما. شوط ثاني ما اختلفش كتير جدا جدا، يمكن الاهلي كثف من العناصر الهجوميه بنزول صلاح وبنزول مؤمن وبنزول ميدو، حتى تغيير تكتيكي بنزول اسلام محارب في نص الملعب عشان يزور القدره الهجوميه للعيبه القادمين من الخلف، لكن بقى الوضع على ما هو عليه، ان التنظيم الدفاعي لفريق الانتاج التكتلات الدفاعيه مع الاعتماد على الهجمات المرتده. اللهم ما شفناش يمكن الشناوي خلال ال 45 دقيقه الثانيه حاجات قليله جدا جدا، كان محتاج الاهلي شراسه الفوز في انتزاع الفوز، على الرغم ان الثلاث نقاط انا شايف ان هم راحوا من النادي الاهلي، كان ممكن كتير جدا جدا الهدف اللي احرزه مؤمن يعوض الفتره اللي فاتت ضربه الجزاء اللي تغاضى عنها ابراهيم نور الدين. اتفضل يا اسامه. طبعا ضربه الجزاء غيرت مصر برضو يعني مسار المباراه، لو كانت طبعا احتسبت فاول المباراه هدف للنادي الاهلي بيغير شكل المباراه والجون لا ده جه في الاخر، انا بتكلم من الاول كمان في فرصه لازارو اللي داس عليها وراح بيها انفراد، دي كان لازم يحطها بطن رجله في زاويه من الزوايا، او لو عايز يحطها بوش رجله اسرع لازم تبقى في زاويه بعيده عن جسم عامر عامر. عامر عامر طبعا كان ليه دور كبير النهارده في وصول المباراه للتعادل مع ابراهيم نور الدين، يعني الاثنين دول ليهم النهارده دور كبير ان المباراه تخرج تعادل هو طاقم التحكيم. الشوط الثاني كارتيرون سعى ان هو يدعم نادي الاهلي بتغييرات هجوميه اكتر عشان عايز 3 بونت وبيلعب على المكسب. خروج اكرم توفيق طبعا كان عنده انذار خرج عشان الاصابه، فكان برضو تغييره في مصلحه الاهلي عشان حصول على الانذار الثاني. اوكي اروح لبس المؤتمر كابتن اسامه بعد اذنك، اروح لكارتيرون النهارده، هتقول ايه يا كارتيرون بعد الاخطاء التحكيميه المفجعه في مباراه الاهلي والانتاج الحربي؟ خلينا نشوف الراجل هيقول ايه بالعربي. لكن حاجه مؤلمه فعلا. اتفضل. اسكو فوزا اناليز وبعده عشان مفيش اي اساءه تحكيم. هو يسال هو يمعلش الارباتراج ويقول لي ساعه تغيير الارباتراج. لا هو يسال هو يسال الفكره ما كانش روسي فاكر مش ماشي، هو ده زميلي انا معرفش بس انا Monsieur Cardi, on ne répond pas sur les questions concernant les arbitres. Est-ce que vous voyez que l'arbitrage est la cause de faire match nul aujourd'hui, de perdre 2 points? Oui, Yvan. Vous voyez que l'arbitre. Après 10 matchs joués avec le Bali, quels sont les points négatifs ou les résoudre ou bien de... Alors écoutez, c'est sur les dernières semaines, on a eu un enchaînement de matchs. On est sur tous les fronts, entre le championnat, la Champions League, la Arab Cup. On a utilisé, je crois, 25 joueurs à ce jour. J'avais dit à tous les joueurs qu'on aurait besoin de tout le monde, il fallait garder un super état d'esprit. On a eu des matchs difficiles. Par contre, sur le match d'aujourd'hui, j'estime qu'on méritait vraiment les 3 points. Et... C'est pour ça que je suis déçu et frustré pour les joueurs. Okay.
Mourad, il y a toujours un problème au niveau d'attaque. Il y a beaucoup d'occasions pour vous concrétiser. Le squad, l'effectif, est-ce qu'on pouvait continuer jusqu'à la fin de la saison ou bien on aura besoin de signer pour d'autres joueurs au mois de janvier, le mercato? Bah, écoutez, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, on est lancé dans le championnat. On est très déçus d'avoir perdu 2 points. Comme parce qu'il nous tendait les bras et qu'on les méritait. Pour l'instant, j'utilise les joueurs à ma disposition. L'état d'esprit est formidable. Et encore une fois, sur le plan offensif, on a su créer des occasions, on a su marquer. Collectivement, j'ai trouvé qu'on était vraiment en grand progrès. On a fait de très choses. On a, en termes de qualité de jeu, offensivement, contre Kampala, ce soir encore, on a su créer énormément d'occasions. On a eu une belle possession de balles. Après, encore une fois, l'avenir, pour l'instant, il faut prendre match après match. On va vraiment servir de cette trêve internationale pour arriver premièrement à souhaiter un bon match à nos internationaux et préparer la formidable campagne qui nous attend à partir de septembre. ونستنى الماتشات المتراكمه عندنا من اول سبتمبر ان شاء الله من 11 سبتمبر اخر سؤال اتفضل دبا Et vous félicite pour l'esprit des joueurs, la performance et la rotation que vous faites dans le match pour les joueurs. Et vous posez la question. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux joueurs, surtout tous les joueurs frustrés et tristes à cause des joueurs, parce que vous avez un bon but qui a été pas sifflé, et vous avez perdu 3 points mérités, vous avez un pénalty à la première mi-temps. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous allez faire sortir vos joueurs de cet état de tristesse? Déjà, je les ai félicités à l'issue du match parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est cruel. Maintenant, encore une fois, ça fait partie du football. C'est comme ça, il faut... في مباراة وليلة صعبة لكن مكملين معاكم وانتوا كمان على صفحتنا على فيسبوك على صفحة قناة الأهلي قولوا لنا ردود أفعالكم. كنت أنا قلت أحسن لاعب في اللقاء هو أحسن لاعب في اللقاء بلا نقاش وبلا جدال وبلا أي كلام ولا أسئلة هو إبراهيم نور الدين. كل واحد بيبقى يختار اللي هو عايزه. إبراهيم نور الدين يعني قولها تريقة بقى قولها قصد قولها اللي أنت عايزه لكن ما فيش كده. الكرة ما فيهاش كده. لازم يبقى فيها دايما المباراة بمباراة أحمر أخضر أصفر. قلت لكم الكلام ده اللي بتطلبوا في الفار. مساء الفل عليكم ده سيناريو متكرر. خلينا نكمل مع كابتن أسامة. اتفضل يا كابتن أسامة. لو أنت النهاردة بطبق خدمة الفار تاني مباراة بتضيع منك بسبب أخطاء تحكيمية. مباراة الإسماعيلي كابتن جهاد جريشة وخلي بالك الأخطاء الكبيرة اللي واضحة في الدوري المصري كلها من الحكام اللي المفروض أسماءها كبيرة. طب لما الأسماء الكبيرة بتغلط
وبتخطأ الأخطاء دي. طب الحكام الصغيرين يعملوا إيه؟ الشوط الثاني كارتيرون بدأ يغير تغييرات هجومية بحثا عن الثلاث نقاط وبحثا عن الفوز. حصلت إصابة أكرم توفيق وهو كان عنده انذار برضو، يعني كويس انه غيره عشان كان فيه شوية تهور وعصبية شوية من أكرم توفيق في الدخلات بتاعته، فخرج نزل ميدو جابر تدعيم هجومي، نزل برضو صلاح محسن عمل تنشيط هجومي بخروج ناصر ماهر، والتغيير الثالث هو مؤمن زكريا. يعني هو كارتيرون الشوط الثاني بدأ يدعم تدعيمات كلها في خط الهجوم، لعب بإسلام محارب جنب هشام محمد عشان نص الملعب، وكانت كل الكثافة كثافة هجومية، لكن للأسف يعني هو غير كل تغييراته كانت هجومية، لكن ما عملش حساب إبراهيم نور الدين. يعني احنا مهما هنتكلم النهاردة وهنقول عن النادي الأهلي، لكن النهاردة في ظلم واضح وبين من التحكيم النهاردة. انت لا، انا اعترض معاك في كلمة ظلم، الله يخليك، معلش، عشان بتزعل الناس دي، يعني بتزعل كابتن عصام جدا وبتزعل كل الحكام. هي أخطاء تحكيمية واردة، لازم نبقى هاديين جدا واحنا بنتكلم يا كابتن أسامة. يعني الناس دي يعني معانا احنا اخطاء تحكيميه واحده، اخطاء لما يبقى خطا انا كحكم واخد عندي تمركز غلط او في كره فيها شك، الاستوديوهات كلها لما تقعد تتكلم ده هنا بيقول ممكن اوفسايد، هنا بيقول جول. خلي بالك بس انت هتقول ظلم، يعني المشانه هتتعلق لك، ما ينفعش. وعيب، والاهلي ما بيكسبش بالتحكيم، وايه ضربه جزاء في ماتش، وايه المشكله لما يحسب تسلل؟ يعني ودي عادي يا جماعه، وارد في كره القدم. يعني لما تروح حته ثانيه تمام، الناس دي مش هتحكم للفرقه مره ثانيه. يعني المباراه دي لو في فرقه اخرى ثق تماما مش هتشوف الثلاثي ده خالص، مش هتشوفه اطلاقا. عشان كده انا يعني الواحد بيعني كل كلمه بيقولها، لما تقول دي مباراه ملعونه فيها الكوره اللي صوتها فعلا يبقى اعلى من صورتها، يبقى عندك حق، عندك حق. انت مش هتلاقي المشهد ده غير مع الاهلي، مش هتلاقي المشهد ده غير مع الاهلي، مش بالشكل ده يا كابتن سيد. ده استفزاز للناس واستفزاز للجماهير بالشكل ده، ده شكل يعني فج جدا. يعني النهارده لما يبقى كوره مثلا انت ممكن تعدل فيها الخط وتعملها اوفسايد ماشي، اما النهارده انت يعني ده انت بتتكلم في متر ومترين، الراجل مش اوفسايد وما فيهاش تسلل واضحه جدا. سيبك من الكوره دي، النهارده الكوره الحكم الخامس واقف، الكوره بينك وبينه، كوره بينه وبينه يعني ما فيش، ده نص متر. طب امتى يبقى فيه بقى يعني نقول للتحكيم المصري بخير؟ وبعدين بتقله يا كابتن سيد يا سابق، خلي بالك والكوره ماشيه يعني ببص على الكره وسايب الغزوه هو شافها في الاول، هو شافها في الاول. طب ما تحسبهاش ليه؟ شافها. طب هو واقف المكان ده ليه؟ هو هو واقف في الحته دي عشان القرار ده. محمد خاطر مستني قرار ابراهيم، وابراهيم مستني قرار المساعد. انا عايز اقول لك يا سيد ان بين الشوطين بيتقال في التليفونات طبعا، وبيتقال في التليفونات التحليليه وتوصل للحكم. خد بالك يا كابتن ان في ضربه جزاء واضحه في الدقيقه 7 وكل الناس شايفاها، والناس كلها كمان في الاستوديوهات التحليليه قالت ان في ضربه جزاء واضحه قوي من عرقله وشد من معز الحناوي لازارو في الدقيقه 7. احنا عمالين نعيد على ضربه الجزاء بالظبط كده. انت الشوط الثاني الشوط الثاني اوريدي بتخدم على شغلك، بتخدم على فنياتك، بتخدم على تكتيكك، بتخدم على طريقتك، انك انت ترجع لحالتك الطبيعيه في الشوط الثاني، يبقى عندك يقظه، عندك رؤيه تواجد مع كل لعبه، وبعدين تقع في خطا اخطر كمان من الخطا الاولاني في التسلل ده. الراجل الجمله بتتعمل والراجل بتاع المدافع بتاع الانتاج مغطي باكتر من 2 3 متر والخط باين قاطع بين اللعبه وبين مدافع الانتاج، والراجل لايمان بيرفع الرايه. يعني حاجه غريبه جدا يا كابتن سيد. يوم سيء يعني انا شايف ان يوم سيء، يوم صعب، غير موفق، يوم غير موفق. شوف انت للحكام الخمسه مش للثلاثه بس، لما انت كمان حتى المساعدين اللي بره، لما انت تقابل يوم عدم توفيق التحكيم بالظبط. لا ده اسبوع بس سيناريو مكيف. انا بقول لك انا حافظ السنه بقى، يعني انا عارف اشتغلت الشغلانه دي والله. في كل سنه كل سنه عندك ابطال بتتغير. سيد فتحي فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ طب سيد فتحي بالزبط. عندك احمد حمدي، عندك ابراهيم نور الدين، عندك مجموعه من جريشه. اصبروا بس بص يا كابتن سيد اللي احنا بنتكلم عليها، بص يا كابتن طارق يا كابتن اسامه، بص الراجل المدافع لسه طالع، وبعدين الباص اتحط. يعني الجمله التكتيكيه اللي اتعملت بين الثلاثي، تعالى 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 بس يا سمير، تعالى سيبك من كده، هات لي بس نصي وهات النص الشاشه كده. بص هو واقف فين كمان؟ هو واقف فين؟ يعني شايف اللعبه، شايف فين؟ ولا واحد احمر حتى في التسلل. بالظبط، يعني حتى كمان اللاين مان واقف انك غلط يا كابتن. ده اللاين مان يا ابو الكباتن والحكم الخامس، اللاين مان والحكم الخامس شايفين كلهم، شايفين اقرب ناس للي مغطي ده، للي مغطي. يعني حد يقول لي بقى واقف غلط، واقف اسمها بس كده. انا بقى سؤال بيطرح نفسه في مباراه وادي دجله،
الناس عملت الخط كده، فاكر انت يا اسامه؟ آه. عملت الخط كده، دي محتاجه الوان. ما انت مش هتعمل خط بقى، هتعمل خط كده ازاي؟ انت هنا محتاج الوان. الوان ليه؟ لان انت لو جبت فيه اخضر فاتح واخضر غامق مظبوط باينه جدا، الاصفر على الاخضر فاتح عشان تطلع. ما هو السؤال هنا السؤال اللي ممكن يبقى محير جدا. معلش بقى، هي تريقه، هي اسلوب مستفز، سموها زي ما انتوا عايزين يعني، لكن هي في النهايه حقيقه بتحصل في الاستوديوهات التحليليه. انت محتاج هنا ايه؟ محتاج تغير اللون عشان تطلع الكره دي تسلل صح، مش محتاج مسطره. صعب جدا المسطره، هتبقى صعبه جدا يعني كده، هتبقى يعني منقله، هتحتاج منقله في كره زي دي، هتحتاج منقله. ايه اتفضل يا كابتن ماهر. فانا عايز اقول لك عن النجيله الجديده صح، ان الاصفر واضح والاخضر واضح. يعني الاصفر واضح مش بينهم امور متشابهه ابدا لا. لكن الجمله اتعملت بشكل جيد جدا يا كابتن سيد، واخر انتهت بجول لمؤمن، طبعا جون 100%. انا عايز اقول لك ان باد لك للنادي الاهلي، لان كمان ايمن شاف باد لك مش للنادي الاهلي، معلش انا اسف، انا النهارده بقى متعارض معاك. باد لك بالنسبه للتحكيم، واخد بالك؟ الاهلي ما عندوش باد لك ولا حاجه. الاهلي جاب جولين مع اختلاف وفي اوقات كتير قوي برضه، عشان نبقى منصفين يا كابتن طارق يا كابتن اسامه، عندنا شويه استفسارات في الامور الفنيه. ده حقنا يعني، او ده رؤيتنا، عشان دايما هنتكلم عن بعض الامور الفنيه. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي ساعدت النادي الاهلي الشوط الثاني، التغييرات اللي حصلت يا كابتن سيد، وحتى يمكن الكرات الثابته اللي اتعملت. يمكن حمودي عمل كره ثابته بشكل كبير جدا اللي راح فيها ميدو جابر، ويمكن دي كانت ممكن تكون هدف من الاهداف الجميله اللي تحسب لميدو وتحسب لحمودي. يعني انا عايز اقول ان الجهاز الفني الشوط الثاني قدر من خلال التغييرات اللي اضافها كارتلون داخل الملعب، يمكن ادت حيويه ونشاط لمهاجمي النادي الاهلي. بس انا عايز اقول يا كابتن سيد، كابتن طارق، كابتن اسامه، في بعض الحالات محتاجين كثافه العدديه اكتر من كده، محتاجين الضغط اكتر من كده، الشراسه اكتر من كده، واحد ضد واحد اكتر من كده، المهاره الفرديه تبدا تبان، اقدر اخد ضرب الجزاء في الحاجات اللي بالشكل ده. فيعني انت بتقول يا كابتن خبره اللعيبه، اللعبه الوحيده اللي اتلعبت صح في بناء جمله على الاطراف هي اللي جاي منها الهدف اللي اتلغى ده بالظبط. ربط بين ثلاث لاعبين بشكل كويس جدا طوال 90 دقيقه، ثم ضارب خط الدفاع، ثم الباك باس لمؤمن بجول بالظبط يا كابتن طارق. يعني مفيش احسن من كده ترجمه لل... وانت قلت ان الشوط الاولاني احنا ما شفناش احمد فتحي على فترات كثيره جدا، ولا ايمن اشرف. الشوط الثاني يا كابتن سيد كنا محتاجين الكثافه دي، محتاجين الشراسه دي. انت برضك النادي الاهلي نادي كبير، نادي بطل، عنده من الخبرات وعنده من الحنكه وعنده من اللعيبه الموهوبه اللي بهذا الشكل، ان هي تقدر الشوط الثاني تعمل لنا حاجات فرديه، حاجات مهاريه، حاجات فيها دقه واتقان اكتر من كده وشراسه اكتر من كده على المرمى. على استحياء بقى شفنا الحاجات الثابته اللي عملها يمكن حمودي اللي راح فيها ميدو جابر، ويمكن الهدف اللي سجل الجمله اتعملت من الاطراف من الطرف ناحيه الشمال. لكن كنا محتاجين تصويبات اكتر من كده يا كابتن سيد، كنا محتاجين شراسه اكتر من كده من لعيبه النادي الاهلي. تمام يا كابتن. شوف كابتن ماهر، يعني المباراه ما فيش شك ان هي مغلقه. السيناريو اللي عمله الكابتن مختار طلع بيه لبر الامان بحصول على النقط، الغلق على مفاتيح لعب النادي الاهلي. يعني في ارائه جيده جدا جدا معروفه من الكابتن مختار لمفاتيح لعب النادي الاهلي بالظبط. اللي يفك الشفرات ديت هي المهارات الفرديه للاعبين، خاصه الاطراف اللي بيعتمد عليها النادي الاهلي. حمودي في مع اسلام مع ناصر، الكلام ده احنا ما شفناهوش بكثافه. حتى كل الهجمات كانت كلها كرات طوليه خلف المدافعين الانتاج، واللي استغلها ازار، واحده بالانفراد واحده اللي بضربه الجزاء. عشان تقدر تفك الدفاعات ديت يبقى لازم عندك تنويع في الهجمات، حاجات البينيه اللي كان بيقوم بيها ناصر ما شفناهاش النهارده، حاجات كتيره جدا لامداد خط الهجوم، الحاجات اللي على الاطراف اللي كان بيقوم بيها مفترض حمودي، مفترض بيها اسلام، مفترض احمد فتحي في تكثيف الكرات العرضيه، مفترض ايمن اشرف، الاستحواذ على الكره الثانيه بعد ارسال الكرات العرضيه عشان دايما تبقى حاطط فريق الانتاج تحت ضغط، استغلال الاخطاء، يمكن الخطأين اللي استغلهم ازارو من خطأين من ساهم فيه مدافعات الانتاج. الكلام ده محتاج تكسيب، ولما تعمل تطوير للناحيه الهجوميه بنزول اثنين سترايكر صلاح محسن، مفترض اثنين نازلين ثلاثه لاعبين لهم قدرات هجوميه كبيره جدا جدا اللي هو مؤمن على ميدو على صلاح محسن، ثلاثه يستطيعوا ان هم يغيروا في ميزان القوه الهجوميه للنادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا. اي نعم كان في كثافات عاديه، لكن تحس ان المره الوحيده اللي اشتغلوا فيها الاهلي بتنظيم على الاطراف هي اللي جت منها الجول. الجمله دي انت كنت محتاج تكثيف الكلام ده بشكل شرس.
شراسه انتزاع المكسب اللي هي كان النادي الاهلي بينتزعها حتى في الدقائق الاخيره. يمكن الكابتن سيد تناول الكلام ده ان المباراتين السنه اللي فاتت كان فيها يمكن نفس السيناريو، لكن الاهلي انتزع الفوز في اخر 10 دقائق. هو ده اصرار النادي الاهلي على الثلاث نقاط، على الحصول على الثلاث نقاط. مفيش شك ده ضريبه النادي الاهلي انه بيدور على الثلاث نقاط. الانتاج خد الهدف ان هو عاوز يطلع بتعادل، مساعده التحكيم بمساعده عدم احساب ضربه الجزاء. لكن انت انا بتكلم على حتى لو ما تحسبش ضربه الجزاء، شراسه انتزاع الثلاث نقاط في حتى بعد التغيرات الهجوميه خاصه اللي تمت في خلال الشوط الثاني، خاصه ان النادي الانتاج خلاص ارتكن على الدفاع مع ارسال الكرات يمكن كلها. ما شفناش الشناوي زي ما شفناه في الشوط الاولاني، يعني ما شفناش كرات كتيره جدا على الشناوي. فالنقطه النهارده الاهلي خسر نقطتين، مفيش شك كان ضربه جزاء ساعدت وفتحت غيرت السيناريو الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده كله. الهدف الاخير اللي جاي، لان الهدف ده في الدقيقه اعتقد حاجه 80 85 كان خلاص خد الهدف من المباراه في مثل هذه المباريات المغلقه. دايما احنا كنا مدربين بنقول احنا خدنا الهدف المباراه باحراز الهدف، الثلاث نقاط مهمين جدا في التوقيت ده. لكن باد لك طبعا التحكيم، يعني اضاع اعتقد النهارده اضاع نقطتين يعني كانوا في استحواذ النادي الاهلي. اسامه عايز تقول حاجه؟ انا ما عنديش اسئله. لا هو كارتيرون طبعا يعني احترم فرقه الانتاج الحربي، وحتى من بدايه التشكيل وقفل على مفاتيح اللعب بتاعتهم جيمس تيدي وكان محمد رجب، وقفل على مفاتيح اللعب وما ظهرتش فرص الانتاج الحربي غير فرصه هي واحده كانت في بدايه اللقاء التسديده اللي جت في القائم. اشتغل على الشق الهجومي. النادي الاهلي وصل النهارده، وصل بكره وليد ازارو الانفراد، وصل بكره بضربه الجزاء اللي لم تحسب، وصل بالهدف اللي اتحسب تسلل هو هدف صحيح اتحسب، وصل بالكره بتاعت ميدو جابر اللي جت في العارضه تكمله، وصل بكرات عرضيه النهارده. لكن طبعا برضو دور علي معلول واضح النهارده عدم وجوده، غيابه طبعا مأثر تأثير كبير، خاصه ان هو في المباريات اللي فاتت كلها كان مفتاح لعب حسام يعني والسلية. مهم جدا للنادي الاهلي. انا بتكلم على الناحيه الهجوميه في التكمله الهجوميه خاصه النهارده وانت الخطوط مقفوله من الانتاج الحربي وانت محتاج تنوع مفاتيح اللعب من بره او من العمق. فطبعا دور علي معلول النهارده واضح، وكنت اتم يعني افضل النهارده لو هو ما فيش اصابه كان لا يتم الدفع بيه. والنهارده كان مهم جدا انك انت ما تعملش الروتيشن او التدوير بتاعك في مباراه النهارده، انت عندك توقف للدوري، كنت لا تستعين بكل العناصر الموجوده بغض النظر عن المصابين عشان تبدا تتصدر الدوري بفرق من النقاط، يبقى ثلاث نقاط ده كان مهم جدا. النادي الاهلي كان بيسعى طبعا للحصول على الثلاث نقاط، وزي ما قلت دي ظهر في التغييرات بتاعت ميدو جابر وصلاح محسن ومؤمن زكريا. كابتن مختار هو بيسعى لانه يخطف او يطلع بالتعادل النتيجه، وهي ظهرت كمان في التغييرات خاصة في الشوط الثاني بنزول سيد شبراوي. طبعا ويليام يعني عنصر نص ملعب وكمل، لكن برضو محمود كابونجا برضو خلاص هو قفل في نص الملعب، عمل كثافة وبدأ يلعب على المرتدات. هارد لك النهاردة للنادي الأهلي، خسر نقطتين مهمين جدا. أنا بأيدك كمان يا كابتن سيد في موضوع الشناوي، إن الشناوي طبعا تصرفه أنت فير هنا فير يعني كل ليك كل عليك. لا أولا طرده كان هيأثر بالسلب كتير جدا جدا على النادي الاهلي طبعا، هينقصك لاعب، هيضطر تعمل تغييرات تكتيكيه داخل الملعب عشان تنزل حارس مرمى بديل. فلابد الشناوي لابد ان ده لعيب دولي لعب بطوله كبيره جدا كاس عالم بيلعب مع النادي الاهلي، لابد يكون منضبط في مثل هذه الكرات خاصه انت محتاج الهدوء. انت برضو احد الحاجات اللي انا يعني استشعرتها النهارده الاداء بتاع النادي الاهلي فيه عصبيه شويه، فيه عصبيه نتيجه طبعا نتيجه حكم ولا نتيجه اسلوب لعب؟ ما انت كنت لعيب كبير برضو وعارف يعني نتيجه الاثنين. لا انت في ساعات كده يعني مهما كنت انت لسه راجع من الحج وتمام التمام وربنا يغفر لك يا رب وتقبل باذن الله، لكن في النهايه بني ادم انسان يعني بني ادم وانسان. في انا عايز ده انا هجيب لك حاجه بس حضرتك مش تبقى معايا بقى. ما انا عايز اقول لك ان الكوره ديت فيها محضر. والله الميدو جابر ده ممكن يكون ضلعه اتكسر على فكره. تعالى لي يا سمير كده، تعالى بعد اذنك. الكوره دي ضلع ميدو جابر ممكن يكون اتكسر. الكرة دي بص داخل ممكن يكون ضلع اتكسر. انا عايزك تشوف ابراهيم نور دي، ارجع يا عم ارجع
ابراهيم نور الدين هو نجم اللقاء الاول، لكل واحد دور في الملعب، المدير الفني، الجهاز، اللعيبه. ابراهيم نور الدين في تقييمي الشخصي هو نجم اللقاء الاول، كل واحد بيأدي الدور اللي رايح بيه الملعب. عشان كده الموضوع مش موضوع خطا تحكيمي يا ساده، الموضوع مش مباراه وبتعدي، الموضوع متكرر سنويا، مشهد بتشوفه كل فيلم، كل موسم بيعدي عليك بيطلع لك سيد فتحي جديد، احمد حمدي جديد، وابراهيم نور الدين جديد. ابراهيم اللي بدا حياته الكرويه والتحكيميه مفيش ارقى من كده واعلى من كده. وانا قلت لكم من يومين اتنين، احنا مش بتوع ملوخيه، دي كوره بنحسها وعايشينها ومارسناها وكان لنا تجارب كتير معاها. من اعان ظالما ذل على يديه، محدش يفتكر ابدا ان الحياه بتمشي كده، هتيجي لقطه هتبقى هي صاحبه المشهد، وكانت النهارده مع الانتاج الحربي. اتفضل، اسف ان انا قطعتك كابتن طارق، اتفضل. خلاص يعني مستني الاعذار طبعا، يعني انا مش عارف هيتقال ايه في الاعذار دي، لكن خلاص هم نقطتين راحوا من النادي الاهلي بسوء توفيق طبعا في التحكيم. الاهلي كان يعني كان جدير جدا ان هو ياخد ثلاث نقاط، في خاصه فرصتين اللي اطيحهم منهم ضربه الجزاء ثم الهدف اللي اتلغى، لكن يعني خلاص قدر الله ما شاء فعل. والاهلي لابد ان هو يغلق الصفحه دي بشكل كبير جدا ويبص للي جاي، ويبتدي عنده في وقت يعيد ترتيب الاوراق من جديد، اللعيبه المصابه، اللعيبه المرهقه ان شاء الله تخش في الـ في الـ في الـ في الفرقه من جديد مره اخرى لاستعداد المباراه القادمه ان شاء الله. في حاجه كابتن اسامه، احنا خلاص بنخلص عشان رايحين للحته التحكيميه. لا هو بس في اللعبه الاخيره اللي انت بتقولها، شوف كابتن سمير طبعا هو يكون يعني ادرى بيها مني النهارده في الكره بتاعت الاحتكاك بتاعت ميدو جابر، اللي هو استمر باللعب يعني انها فرصه للنادي الاهلي، وهو بيصفر على ما اعتقد ممكن لازم يرجع تاني ويبقى فيه انذار للاعب الانتاج الحربي فيها. الفتره الجايه في فتره توقف للنادي الاهلي عشان منتخب مصر، فرصه بقى لالتقاط الانفاس فيها، فرصه ان اللعيبه المجهده تبدا تاخد راحه كويسه، فرصه لكالترون برضو انه يبدا يصلح الاخطاء اللي كانت خلال الفتره اللي فاتت، عنده فرصه ان يعني اللعيبه تلتقط الانفاس فيها ويصحح الاخطاء، علشان ان شاء الله داخلين على فتره مهمه خلال الفتره الجايه سواء في دوري او مسيره في بطوله افريقيا ان شاء الله. كابتن ماهر، يعني النهارده احنا شفنا في ظلم واقع طبعا على النادي الاهلي بالنسبه للتحكيم، واحنا يمكن اول مره بنتكلم على التحكيم بهذا الشكل، ان كان الالعاب اللي كانت موجوده التحكيميه كانت اخطاء يعني صعب تحسب من حكم دولي زي كابتن النهارده ابراهيم نور الدين. وانا عايز اقول لك كابتن سيد ان مع الاسف ما بنستفادش من الاخطاء دي اتكررت قبل كده، يمكن سنوات اتكررت قبل كده حتى في البطوله العربيه من خلال كابتن ابراهيم نور الدين. لكن عايز اقول ان لازم نستفاد من هذه الاخطاء كحكام. احنا بنقول ساعات بيوم مش يوم الحكم، لكن ما بقاش ممكن يبقى شوط الاول الشوط الثاني لازم هو كمان يحط في الاعتبار ان في ضربه جزاء للنادي الاهلي كانت ممكن تغير من شكله ونتيجه المباراه مجهود جهاز فني ولاعبين وجمهور ومجلس اداره ما بيضحش كده من خلال 90 دقيقه، فده بيبقى فيه ظلم واقع على المنظومه بحد ذاتها. لكن عايز اقول ان التعادل يعني كان ايجابي 0-0، الفرقتين ما قدموش الفرشه اللي احنا اتكلمنا من خلالها قبل المباراه على ان المباراه ممكن نرتقي بيها وتبقى مباراه من افضل المباريات اللي ممكن نشوفها في الاسبوع الخامس، لكن طبعا التكتلات الدفاعيه قفلت الجيم بشكل كبير جدا، الفرص كانت قليله بالنسبه للنادي الاهلي، كانت قليله بالنسبه لحارس للانتاج الحربي، لكن عايز اقول التوقف مهم جدا لكارتلون ان هو يعيد البيت مره ثانيه، مهم جدا عوده النجوم الكبار المصابين عشان يبقى في ثبات للتشكيله. كابتن سيد محتاجين الفتره الجايه يبقى في ثبات للتشكيل بشكل كبير، الثبات ده هيدينا كل الحاجات اللي احنا محتاجينها من ناحيه التجانس، من ناحيه الكره الجميله، من ناحيه الاداء، من ناحيه الثلاث نقاط، من ناحيه المكسب. نتمنى ان فتره الراحه دي الاهلي يستفيد بيها بشكل كبير ان شاء الله. طيب يبدو ان كريم عايز يقول لنا حاجه، مراسلنا كريم احمد، اتفضل يا كريم. مرحب بيك يا كابتن سيد وكل نجوم الاستوديو التحليلي. عايز اقول ان يمكن حاله حزن واستياء كبيره جدا سواء من لعيبه النادي الاهلي او من الجهاز الفني، ولو بخص حاله الاستياء الكبيره من مستر باتريك كارتيرون اللي بانت عليه جدا في المؤتمر الصحفي. الراجل حتى يعني يمكن في نقطه حصلت، وانت كابتن سيد طبعا خبره كبيره كمدير كره في النادي الاهلي، قريب المباراه الصحفيين بيسالوا عن التحكيم، قال لا محدش يسال عن التحكيم، يعني الامور دي بعيدا عن الجهاز الفني، لدرجه يمكن احنا ردينا قلنا لا الصحفي يسال
والمدير الفني عقب سواء ان هو عايز يعقب اول على التحكيم او على الظلم التحكيمي اللي النهارده ذكره مستر باتريس كانتيرون في اكتر من مره في المحاضره، قال ان يا جماعه مش عايزين نركز على التحكيم، عايزين نركز على الهدف الاسود بالنسبه لنا هو الثلاث نقاط. لكن النهارده النادي الاهلي تعرض لظلم تحكيمي واضح جدا 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 زي ما شفنا وتابعنا كلنا من خلال الاستوديو او من خلال المباراه النهارده. حتى يمكن حتى انتهاء المباراه كان يحصل بعض الحاجات البسيطه كده من اللعيبه، لكن يمكن سريعا حاولوا الامن المتواجد امن النادي الاهلي كالعاده حاول ان هو يفض الاشتباكات الخاصه باللعيبه، لان كان في توتر كبير جدا داخل الملعب وخارج الملعب. تأكد لك من جديد ان الظلم التحكيمي اللي تعرض ليه للنادي الاهلي كل الجهاز الفني تاكدوا ان الكوره مش اوفسايد، ضربه الجزاء كانت لينا ضربه جزاء. يمكن الناس تواصلت مع الكابتن محمد يوسف، تواصلت مع مستر باتريس على الامر ده بالذات، لكن زي ما بقول لك حاله الاستياء كبيره جدا عند الجهاز الفني وعند النادي الاهلي، بنتمنى ان هي ما تنعكسش عليهم. عندنا لسه مباريات كثيره كابتن سيد، لسه المشوار طويل، لكن النهارده النادي الاهلي اتظلم بلغه الكوره في المباراه، لكن هي دي كره القدم يا كابتن سيد، وبنتمنى ان شاء الله المباراه القادمه للنادي الاهلي يكون على قدر المسؤوليه كالعاده، وان شاء الله تكون نقاط المباراه القادمه من نصيبنا. لكن يعني النهارده فعلا فعلا النادي الاهلي تعرض لظلم تحكيمي واضح جدا، وحاله الجمهور كانت هجمه الكابتن ابراهيم كتير جدا في الملعب وهو خارج هجمته طبعا على القرارات الخاطئه اللي اثرت بشكل كبير جدا وضيعت مجهود كبير زي ما نظمنا في الاستوديو التحليلي وكابتننا الكبار قالت المجهود بيضيع في ثانيه في هفوه في حاجه بسيطه جدا، وكنا بنطالب ان احنا ناخد حقنا، بنتمنى التوفيق لطاقم التحكيم قبل المباراه، النادي الاهلي ياخد حقه، الانتاج الحربي ياخد حقه، لكن بنتمنى ان شاء الله المباراه القادمه تكون بيكون بنسبه كبيره جدا للنادي الاهلي يا كابتن سيد. سؤال يطرح نفسه في صورتين متناقضتين لابراهيم نور الدين، سؤال يطرح نفسه، اعرض الصورتين وعندي السؤال ولكم الاجابه. صورتين لنفس الحكم، لنفس الحكم بس الاثنين مختلفتين تماما. اتفضل يا سمير. مين فينا ابراهيم نور الدين؟ ابراهيم نور الدين الهادي السمح المبتسم، ولا ابراهيم نور الدين المنفعل العصبي الحاسم؟ سؤال يطرح نفسه، مين فينا ابراهيم نور الدين، انا ولا انا؟ سؤال محتاج اجابه كبيره جدا جدا في الفتره اللي جايه، مستني تعليقاتكم في الفقره اللي جايه. خليكم معايا، تابعونا هنا في قناة الأهلي ومن خلال ملعب الأهلي. كابتن ماهر شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا كابتن سيد. شكرا كابتن. كابتن طارق حج مبرور وشكرا جزيلا لحضرتك. خليك. شكرا كابتن سيد. كابتن أسامة شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا كابتن سيد. الليلة طويلة معاكم، وهي ليلة يعني ما كنتش أتمنى أبدا أنها توصل بالشكل ده، ممكن تتعادل وتخسر كمان، مفيش أي مشكلة ومفيش أي أزمة ومفيش أي مشكلة إطلاقا ولا أي قضية، دي كرة القدم والبرشلونة والريال واليوفنتوس كله بيخسر، لكن بالشكل ده ما شفتش. هقول نفس المقدمة اللي قلتها، ومن خلال تعليقاتكم كمان جاوبوا لي على السؤال اللي أنا طرحته من شوية، ومن خلال تعليقاتكم على اللقاء قولوا لي رأيكم. هقول نفس المقدمة اللي بدأت بيها، في مباراة خسر الأهلي فيها نقطتين ملعونة الكورة اللي صوتها أعلى فيها من صورتها، ملعونة الكورة اللي وشوشها فيها مكشوفة، في مباراة لابد أن يتم فيها طرد محمد الشناوي وإبراهيم نور الدين أيضا، في مباراة لابد أن يكون فيها ثنائي يخطئ أو يخطأ. المرة الأولى كانت أحمد الشناوي مع إبراهيم نور الدين، والمرة الثانية محمد أبو خاطر الفتى المدلل لدى لجنة التحكيم، وأكثر من أخذ مباريات أو أعطيت له مباريات في الفترة الأخيرة رغم الخبرة القليلة وإبراهيم نور الدين. محمد محمود لطفي لابد أن يكون له دور في هذا اليوم الطويل جدا من خلال تسلل، يعني أعتقد أن ما فيش حد في العالم كله يقدر يحسبه غير محمد محمود لطفي. من خلال تعليقاتكم استناها وهقراها، وبعد الفاصل هيكون معايا كابتن سمير عثمان، وعندنا هنا حكايات كتيرة قوي عشان احنا ما بننساش أبدا، وافتكلك ايه يا بصلة وانتو كل قطمة بدمعة. بعد الفاصل سمير عثمان. كابتن سيد عبد الحفيظ وشكر موصول لضيوفك الكرام. انت مباراة النادي الأهلي والإنتاج الحربي بالتعادل السلبي، سيدنا أكون معي كابتن محمد عبد الله. يعني الانتاج الحربي عمل مباراه كبيره بصراحه قدام النادي الاهلي برغم ضغوط النادي الاهلي في فترات كبيره جدا من المباراه، الا ان الانتاج خدم على المباراه بشكل كويس. بحييك على ده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب كابتن سامي حفيظ وقناه النادي الاهلي وعساده ضيوف، انا ما اعرفش بس مين المتواجد. الحمد لله طبعا عملنا مباراه كويسه، بالتالي دي من افضل مباريات نادي الاهلي
خلال الموسم ده فعلا شكل واداء حسسونا فعلا ده نادي الاهلي بتاع الموسم اللي فات. اللعيبه فعلا كانت على قد المسؤوليه. الحمد لله من بدايه الاسبوع احنا شغالين على المفاتيح اللعب عندهم، على العناصر الايجابيه عندهم. الحمد لله قدرنا نشتغل بشكل كويس، قفلنا نص الملعب كويس واشتغلنا على الهجمه المرتده معظم الوقت. ممكن تكون الكوره ما كانتش في استحواذنا اكتر، بس الحمد لله قدرنا ناخد من الماتش اللي احنا عايزينه. ماتش محترم، ماتش كويس بين ناديين كبار. اتمنى طبعا الفتره اللي جايه يبقى الاداء افضل من كده، وده كلام كابتن مختار ان لازم كل ماتش بتاخده هو ده البدايه. فالحمد لله يعني ده كلامنا للعيبه، وفعلا اللعيبه فعلا النهارده رجاله وعلى قد المسؤوليه، وببارك لهم طبعا، ببارك لمجلس الاداره والجهاز الفني. فالحمد لله من النادي الاهلي مهمه، لكن عاوز اكون معاك سريع، مجريات المباراه راحت قوي في الناحيه التحكيميه، الناحيه التحكيميه خدمت الانتاج النهارده؟ والله اقول لك على حاجه، انت معرض التحكيم هنا وهنا، لان احنا برضو يعني انت عندك في ماتش بيراميدز يعني الجون بتاعنا اوفسايد، ليك ضربه جزاء ما اتحسبتش، فده وارد في التحكيم. يعني ده في يعني انت بتكلمني ان معظم الوقت ان ممكن يكون كابتن ابراهيم خدمنا، لا ممكن يكون كابتن ابراهيم برضو كان جاي لود علينا شويه، ان الصفاره كتير فعلا على نادي الانتاج في معظم الاوقات في اماكن مؤثره، انت فعلا بتحسب فاولات وممكن ما يبقاش فيها حاجه، في انذارات يعني في كره مثلا احمد فتحي الاخيره فيها تهور بنتكلم مع الراجل بدون انذار، فالتحكيم ليك وعليك. هو جزء من اللعبه، لكن لو قلت لك وفاجئتك ان كره مؤمن زكريا جول، الله اعلم انا ما شفتهاش والله، ممكن ليه لا، انا بس انا ما شفتهاش، انا ما اعرفش والله ان كان جون ولا مش جون، بس ده وارد. يعني انا بقول لك ان ممكن تكون جون واتحسبت اوف سايد، وانا بقول لك ما احنا كان برضه احنا تعرضنا لظلم، وظلم باين في ماتش بيراميدز ان انت ليك ضربه جزاء لمحمد رجب وجون اوف سايد، وقبل ما يكون اوف سايد فاول كمان واتحسب. انت عملت مباراه كويسه، انا بحييكوا عليها. الحمد لله ربنا يخليك، ده بفضل ربنا واحنا بناخد بالاسباب، ونشكر اللعيبه طبعا على الاداء المحترم، اداء رجولي. فبتلعب قدام نادي الاهلي، نادي القرن، نادي بطولات، فان انت تعمل الشكل ده وبتطلع بالاداء ده وبالنتيجه دي، فدي حاجه كويسه يعني تحسب للعيبه، فبنشكر طبعا حبيبي ربنا. كابتن محمد عبد الله اكيد مدرب مساعد بجهاز الانتاج الحربي، سعيد بالتعادل بالنسبه له، التعادل بطعم فوز قدام النادي الاهلي، يعني طبعا ما شافش هدف مؤمن زكريا، لكن في لغط تحكيمي كبير على كابتن ابراهيم نور الدين وكمان مساعديه، لكن في النهايه انتهت المباراه بالتعادل السلبي 0-0. اليك الكلمه زميل العزيز سيد عبد الحفيظ.